النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي وإلى العنوان. الخطيب يحضر ميران الأهلي ويجتمع بالبدري وعبد الحفيظ. الأهلي يغادر إلى أبوظبي 9 يناير. وفيفا يرسل 6000 تذكرة لمباريات مصر في المونديال. مجددا والى التفاصيل، عقد محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي جلسه خاصه مع الثنائي سيد عبد الحفيظ مدير الكره وحسام البدري المدير الفني على هامش ميران الفريق المسائي اليوم الثلاثاء. وحرص الخطيب على حضور الميران ومشاهدته من اجل تحفيز اللاعبين خلال الفتره المقبله وحثهم على استعاده صداره الدوري الممتاز. وعقد جلسه مع حسام البدري المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكره. وصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء بدون راحة بعد مباراة دجلة. ويستعد الفريق لمواجهة بتروجيت المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية. للمزيد من التفاصيل حول تدريبات اليوم ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بيك. مساء الخير يا فيروز، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي. محمد، إيه أخبار تمرين النهارده؟ اليوم التالي مباشرة لمباراة وادي دجلة اللي انتهت بالأمس بالتعادل الإيجابي بين الفريقين. كابتن حسام البدري فضل طبعا يكون في تدريبات مباشرة ومتواصلة بالنسبة للفريق الأول نتيجة ضغط المباريات، وبالتالي هناك مباراة بعد 48 ساعة أمام بتروجيت في استاد برج العرب مساء يوم الجمعة. بالطبع التدريب اللي بيلي أي مباراة بيكون تدريب خفيف للمجموعة التي شاركت في المباراة بالكامل، بينما هناك تدريب بدني وتدريب فني كامل حتى نهاية المران للمجموعة التي لم تشارك في المباراة. بدأ التدريب بمحاضرة استمرت بالضبط حوالي 25 دقيقة، كانت في أرضية الملعب في منتصف الملعب بالضبط. الكابتن حسام اصطف فيها في وسط الفريق بالكامل وتحدث بالطبع أكيد معهم عن مباراة الأمس وفقدان النقاط في المباريات الأخيرة وضرورة تحمل المسؤولية خلال المرحلة القادمة وضرورة إحراز الثلاث نقاط في مباراة بتروجيت وعدم السماح لفقدان أي نقاط خلال المرحلة القادمة وتحمل مسؤولية المرحلة الحالية بالنسبة لفريق الأهلي، خاصة أن هناك جماهير عريضة تتابع الفريق خلال التوقيت الحالي وتتمنى انتصاراته في كل المباريات. ثم انقسم الفريق إلى قسمين، المجموعة التي شاركت بالأمس وصلت التدريب البدني الخفيف بالجري حول الملعب، هو تدريب استشفائي
ثم المجموعة التي يعني لم تشارك في المباراة، حتى المجموعة أو اللاعبين الذين نزلوا في اللحظات الأخيرة من المباراة أمس شاركوا في المران البدني بالكامل. من الأخبار السعيدة في تدريب اليوم تألق مروان محسن بشكل كبير جدا، وأصبح من خلال متابعتنا للمران يسير بشكل جيد وجاهز للمشاركة في المباراة، لكن ينتظر الكلمة الأخيرة من حسام البدري لضمه في مباراة بتروجيت. أيضا من الأخبار السعيدة دخول رامي ربيعة في المران الجماعي وتمثله للشفاء بشكل كبير وانتظامه في المران ودخوله في التقسيمة الجماعية مع اللاعبين بشكل جيد جدا. سعد سمير بيواصل التأهيل، لم يتسنى له الدخول للمران الجماعي مع اللاعبين. لكن من الأخبار السيئة في مران اليوم إصابة أو تعرض باقة اللاعب الجنوب أفريقي لدوار خفيف في بداية المران، الأمر الذي جعل طبيب الفريق دكتور خالد محمود يصطحبه إلى العيادة، وتبين أن حالته يعني غير مطمئنة حيث يعاني من ارتفاع شديد في درجات الحرارة ودوار خفيف، فبالتالي فضل الجهاز الطبي عدم دخوله في المران حتى نهايته. ثم أصيب صالح جمعة أثناء المران نتيجة كدمة قوية في كرة مشتركة مع كريم ندفت استدعى فيها الجهاز الطبي اللاعب وفضل عدم المجازفة به وعدم استمراره في المران، لكن هي كدمة قوية لم تساعده طبعا على استكمال المران بشكل عام. على هامش المران كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كان متواجد في التدريبات، ويمكن وقف لحظات قليلة أثناء المران مع الكابتن حسام البدري المدير الفني ومع الكابتن سارة عبد الحفيظ مدير الكرة، وبالطبع تحدثوا عن المرحلة الحالية ونتيجة مباراة الأمس والاستعداد للمرحلة القادمة. بشكل عام دي كانت صورة المران ما بين مران فني ومران بدني، والكابتن حسام انتهى بالمران في النهاية إن هو أجرى تقسيمة فنية شارك فيها عدد من اللاعبين، ظهر فيها زي ما قلت لك فيروز مروان محسن بشكل متميز جدا، كان حارسي المرمى في هذه التدريبة أحمد عادل عبد المنعم ومصطفى طارق حارس الناشئين، واليوم تم تصعيد أيضا الحارس أو المدافع الصاعد محمد عبد المنعم لاعب أو مدافع فريق الأهلي مواليد 99. دي الصورة العامة في ملعب مختار التتش في مران النهاردة يا فيروز. طيب محمد، هل في أي أخبار عن برنامج الفريق لحد مواجهة بتروجيت وأتلتيكو مدريد؟ غدا المران يعني تجمع اللاعبين في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، ومعاد التدريب حوالي الساعة 3، وتسبق التدريبات محاضرة عن فريق بتروجيت. حتى هذه اللحظات هو جدول الفريق يوم الخميس، لم يتحدد بعد حتى هذه اللحظات موعد الفريق أو تجمع اللاعبين. قد يتدرب الفريق على ملعب التتش ثم يسافر إلى برج العرب والمبيت هناك استعدادا لمباراة بتروجيت يوم الجمعة، وقد يتجمع الفريق في ملعب التتش ويسافر ويتدرب في برج العرب استعدادا لمباراة بتروجيت. ننتظر تحديد البرنامج من الجهاز الفني، لكن حتى هذه اللحظات وطبقا للجدول هو اليوم الاخير غدا باذن الله طبقا للجدول التدريب في ملعب التتش الساعه 3، وبعد التدريب سيحدد الجهاز الفني مرحله الاستعداد لبتروجيت ثم اتلتيكو مدريد باذن الله في مباراته اللي تلي بتروجيت ب 24 ساعه على نفس الملعب ملعب برج العرب. فيروز. محمد سعيد مراسل قناتنا الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. وبالعوده للاخبار من جديد، حدد الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بقياده كابتن حسام البدري 9 يناير المقبل موعدا للسفر الى دوله الامارات العربيه المتحده استعدادا لخوض مباراه السوبر امام فريق المصري. ومن المقرر ان يعلن الجهاز الفني للفريق قائمه اللاعبين المسافره الى الامارات عقب مباراه الزمالك بالجوله 17 من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 8 يناير المقبل. كما استقر الجهاز الفني على التدريب مرتين في إمارة أبو ظبي استعدادا لمباراة كأس السوبر أمام المصري، حيث يؤدي الفريق مرانه في أبو ظبي يومي 10 و11 من يناير المقبل، على أن يتوجه بعدهما إلى مدينة العين لخوض مباراة المقررة السوبر يوم 12 من يناير على ملعب هزاع بن زايد.
حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق عانى من سوء التوفيق والتسرع ما تسبب في التعادل مع فريق وادي دجلة. وأضاف البدري أن الأهلي كان الفريق الأفضل في المباراة والأكثر ضغطا على فريق وادي دجلة أمام منطقة جزائه، وكان يجب أن يترجم هذا الضغط إلى أهداف. عدم توفيق في بعض الفرص وفي تسرع كبير جدا في معظم الفرص اللي جت نتيجه سير المباراه، لان شفنا طبعا زي ما انا بقول في البدايه ان مفيش توفيق بالنسبه لنا النهارده، لان الضغط اللي انت عملته نتج عنه طبعا برضه ضربه جزاء، وكنت لازم قبل ضربه جزاء برضه كان يبقى في اهداف ليك، لكن ما كناش موفقين. فطبعا زي ما انا بقول نتيجه الضغط اللي احنا عملناه النهارده كان في فرص كتير، لكن كان في تسرع وما كانش في وضوح في الفرص بشكل كبير. كان في ضغط هجومي على فرقه دجله، لكن في تسرع مننا، وفي نفس الوقت التوفيق لفرقه دجله ان مجرد ان برضه ما جبنا الهدف يترد علينا هدف على طول، فطبعا ده توفيق كبير جدا وعدم توفيق بالنسبه لنا، لكن وارد في كره القدم. طبعا يعني وارد في كرة القدم، ولسه الدوري طويل ولازم نقفل الصفحة ديت، لأن فعلا مباراة النهاردة السيناريو بتاعها غريب جدا، يعني فعلا ما فيش توفيق وبيبقى في أيام كده. يعني احنا عارفين طبعا ان احنا عندنا مشكلة في المركز وعندنا إصابات كثيرة، لكن هاني أدى بشكل كويس، لأن هو يعني من فترة طويلة عارفين الإصابات دي بقالها فترة طويلة جدا، وأنا كنت هاني في تمرينات كثيرة جدا كنت بحطه في المركز ده على أساس يبقى جاهز تحصما لأي حاجة، وقد كان يعني. وبالعودة الأخبار من جديد، أكد طارق العشري المدير الفني لدجلة أن نتيجة التعادل تعد نتيجة إيجابية أمام فريق كبير مثل الأهلي، مشيرا إلى أنه دفعة قوية للاعبيه خلال المرحلة المقبلة. وأضاف العشري أن المرحلة الحالية هي مرحلة جمع نقاط للخروج من الكبوة والتي يمر بها الفريق. مفيش شك طبعا الاداء متميز جدا امام فريق كبير مع اختلاف الطموحات، يعني فريق النادي الاهلي بيلعب على البطوله واحنا بنحاول ان احنا نخرج من المنطقه اللي احنا يعني مزنوقين فيها بشكل كبير جدا، منطقه 14. النهارده نقطه اعتقد من النادي الاهلي بمثابه فوز. الولاد تميزوا جدا جدا في خلال المباراه، في رقابه مفاتيح المباراه، في غلق المساحات، وده يمكن اسلوب بيضايق كتير جدا النادي الاهلي. وكنت اتوقع ان النادي الاهلي مع مرور الوقت هيفتح يعني في بعض الهفوات اللي ممكن تستغلها الاخطاء الدفاعيه، وقد كان لو استطاع هلال في الهجمه الاخيره المرتده ان هو يعمل باص جيد لحسام اعتقد كان هيبقى انفراد تام، كان هيبقى 3-1، كان ممكن تستثمر بهدف. لكن انا راضي على الاداء، الحمد لله في تصاعد في الاداء من ساعه ما توليت، الحمد لله كملنا المشوار بعد الكابتن حسام، والحمد لله يعني 3 نقاط من المقاولين ثم الاسيوطي ثم نقطة من الاهلي بمثابة فوز. ان شاء الله بشد على الاولاد ان احنا نكمل المشوار، لان احنا محتاجين ان احنا نخرج بدري قبل الدور الثاني ان شاء الله. كان في تغيير اضطراري مبكر خلال الشوط الاول، ده ما اربكش حساباتك شوية؟ ما اربكش، لان عمرو البديل في الباك ليفت، يعني بديل لقلب الدفاع وبديل في الباك ليفت، وادى بشكل كويس جدا، لان يعني باك بباك، فما يعني ما كانش فيه ارباك. استلمت الفريق في ظروف صعبة جدا، النتائج كانت سيئة جدا بالنسبة لفريق وادي دجلة، قدرت ان انت تفوز على المصري في بطولة كاس مصر مباراتين ورا بعض في بطولة الدوري، اشتغلت ازاي في فترة قليلة كده والنتائج جت ايجابية بشكل كبير؟ خلينا نقول ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، يعني التوفيق اللي ما كانش مصاحب الكابتن حسام، الحمد لله رب العالمين اشتغلنا عليه بشكل كبير جدا. والولاد كانوا محتاجين معالجه نفسيه، لان النتائج السلبيه انا عارف ان هي بتاثر بالسلب، والحمد لله يعني النتائج المعالجه النفسيه بشكل كبير جدا، لان ما بغفلش الدور ده مع في كل الفرق اللي انا تولدت، جابت اثار ايجابيه وسريعه انا للامانه ما توقعتهاش. الولاد ادوا في كل المباريات اللي انا تولدتها ولعبناها، سواء المقاولين او المصري، بدينا بالمصري ودور مهم جدا، ثم المقاولين عامل طفره مع الكابتن عوده، حتى الاسيوطي في ملعبه صعب جدا جدا، النهارده بتواصل المسلسل مع النادي الاهلي، يعني في تصاعد حتى في الليفل. فالمستوى بتاع الولاد الحمد لله انا شايفه في تصاعد. الروح كانت مفقوده،
في الفتره السابقه. النهارده يعني في قتال كبير جدا جدا، في تنظيم، في اسلوب انت بتلعب عليه بشكل جيد، والحمد لله اعطينا تميز فيها سواء بالفوز في المباراه اللي فاتت او حتى النهارده النقطه. وجميع لاعبي وادي دجله في الحقيقه عملوا مباراه جيده جدا، لكن بالتحديد محمد حسن اعتقد احد نجوم المباراه النهارده، تتفق معايا؟ بالظبط، محمد يعني عنصر مبشر، محتاج انا يعني اتكلمت معاه بعض الامور التكتيكيه، هيبقى من العناصر الجيده جدا في المركز ده. الهدف بالنسبه لكم من خلال الموسم السنه دي؟ الهدف هو الخروج بسرعه من المنطقه اللي احنا فيها، لان المنطقه زي ما تشوف متشابكه 14 15 فيها فرق كتيره جدا، فاتمنى ان احنا في المباراتين القادمتين نستثمرهم بشكل كبير جدا، خاصه ان بعد الاداء المتميز ده يعني احنا يعني انا شخصيا مش هقبل غير ان احنا نحسن موقفنا. بالعودة للأخبار من جديد، أكد أحمد أيوب المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إن اللاعبين يدركون المسؤولية الملقاة على عاتقهم ويبذلون قصارى جهدهم بغض النظر عن عدم التوفيق والذي لازم الفريق خلال مباراة وادي دجلة. وأضاف أيوب أن خبرة اللاعبين وقدرة الجهاز الفني في التعامل مع هذه المواقف ستسهل من خروج الفريق من هذه الكبوة سريعا، لافتا إلى أن الانفعالات المحيطة بالفريق من قبل محبيه أمر طبيعي. وأوضح أن الأهلي يسير في طريقه الصحيح، ولا يعني التعثر في مباراة أو اثنين الوصول لنهاية المطاف، مؤكدا أن الأهلي قادر على العودة ولا يتأثر بحجم الضغوطات الكبيرة والتي يتعرض لها الفريق. أكد مروان محسن مهاجم النادي الأهلي جاهزيته للمشاركة مع الفريق في أي وقت بعد إنهاء فترة التأهيل وعودته للتدريبات الجماعية من جديد. وأشار مروان محسن جاهز للمشاركة في المباريات مع الأهلي بأي وقت تحت أمر الجهاز الفني، وأضاف هناك وجهة نظر لدى الجهاز بأن يتم الدفع به بشكل تدريجي ووقت به مباريات ودية، لكن في أي وقت أستطيع المشاركة بالمباريات. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف منافسة علي معلول لاعب النادي الأهلي ومنتخب تونس وكابومبو لاعب زاسكو ومنتخب زامبيا على مركز أفضل ظهير أيسر بأفريقيا لعام 2017. وطرح الكاف استفتاء للجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاختيار الأفضل بينهما للدخول في التشكيل المثالي للقارة السمراء خلال عام 2017. وكان الكاف قد أعلن منافسة أحمد فتحي لاعب منتخبنا الوطني والنادي الأهلي أيضا على مركز أفضل ظهير أيمن مع محمد مفتاح لاعب الجزائر واتحاد العاصمة. فاصل قصير ونعود إلى متابعة أخبار اتحاد الكرة ومنتخبنا الوطني.